استاذ محمد محسن بقى اللي احنا تعبناه قوي معانا. محمد، ايه تجاربك ومواقفك اللي انت واجهتها معانا في البرنامج؟ هقول في يعني شويه كلام صغير كده بس طالع من القلب زي ما بيقولوا. اكيد يعني هو من القلب الى القلب. اولا طبعا بشكر حضرتك لان ده شيء يشرفنا كقناه ويشرفني كانسان ويشرفني كفنان ان انا اقدر فعلا اشتغل برنامج انا حلمت بيه، وكان نفسي في يوم من الايام نكون مهندس. انت مهندس بقى. وربنا قدرني والحمد لله، وفي القناه الجميله طبعا يعني كله تحت اشراف ناس وفضل كبير قوي يعني سبحان الله وتعالى، يعني من رضا والدي ووالدتي عليا، استاذ باسم واستاذ اشرف ودكتور سعيد واستاذ محمد الدهلي واستاذ ناس كتير مش عايز انسى حد، ناس كتير، واخواتي استاذ حسام سلطان واستاذ سليم راتب واستاذ عروه واستاذ محمد اشرف واستاذ محمد سمير مصور برضو يشرفنا معانا. محمد تعالى، يعني في ناس عايز اقول لكم يا جماعه انتوا ده انتوا عيوني. يعني انا اللي هقول يعني في كلام بسيط، من اصغر واحد لاكبر واحد في القناه عندنا، كلنا بنبقى ايد واحده. اصغر واحد في السن اصغر واحد في السن بالسن لا هي مالهاش دعوه بالوظيفه، هي من السن الاكبر واحد مننا، كلنا بنبقى ايد واحده، ومتهيألي انتوا شفتوه امبارح وهتشوفوه النهارده وهتشوفوه بكره وبعده، لان احنا ايد واحده وهي قناه واحده لكل المشاهدين. وبكل الحب يعني بقدم الشكر ليكم استاذ احمد استاذ محمود استاذ محمد واستاذ رامي، وطبعا استاذ ياسر استاذ محمد سمير عيني اللي بشوف بيها، واستاذ محمد اشرف بره ده يعني حد جميل جدا ونجم من النجوم اللي يعني ساعدنا بجد الكاميرا استاذ باسم الجزاوي، ويعني وقف جنبي كتير قوي 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 قوي، واخ واستاذ كمال حبيبي بتاع الصوت مهندس الصوت اللي عندنا يعني خالد حسين واستاذ خالد اخويا وحبيبي وبترول قديم واستاذ صالح، وكل مش عايز انسى حد، لكن بجد كلنا بنحب بعض، واستاذ محمد علي ماهر زميلي المخرج واستاذ محمد حميد زميلي المخرج، اساتذه كتير مخرجين معانا كلنا بشكرهم كلهم بجد، كلنا اللي احنا ايد واحده، وده اول احتفال لينا نبقى ايد واحده فعلا بحيث تشوفوها، وده شرف ليا بجد بجد. وانا مستني حضرتك السيزون الجاي مع بعضينا ان شاء الله. ان شاء الله بعد رمضان يا جماعه نرجع لكم في شكل جديد وبشاشه جديده، وانتظرونا مع عالم النفط في الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. اتفضل. وانا ممكن بعد اذنكم ادي كلمه لخالد، عايز اشوف هو هيقول ايه. خالد حقيقه من الجنود اللي كانت مجهوله معانا وتعب معانا كتير، فعايزين نشوف بقى ثمار التعب ده. استاذ خالد كانت ايه؟ انا عايز اقول بس حاجه، تعلمت كتير ان بشكر استاذ ياسر طبعا ان هو اداني الفرصه ان انا ابقى في القصد دوت، يمكن انا جديد على فريق الاعداد كله، خدت منهم حاجه جميله جدا، روحهم في العمل روح جميله جدا انا بتمنى الاقيها في اي مكان في مصر. تاني حاجه استاذ ياسر اداني برضو الفرصه ان ناخد معلومات كبيره عن مجال البترول خصوصا لسه داخل فيه جديد. اجمل حاجه كمان اتعلمتها من الاستاذ ياسر، لا مش مهم الاستاذ ياسر، المهم الاستاذ ياسر، لان اتعلمت منه كتير 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 في المجال دوت، ازاي بيتعب ازاي بيتابع ازاي معانا في كل الشغل، وبشكره جدا ان هو اداني الفرصه ديت، وبشكركم، بنتمنى ان احنا نكون وصلنا بالهدف بتاعنا ليكم، وبشكر طبعا الاستاذ تاني لان انا فعلا سعيد ان انا اشتغلت معاه، وشكرا جدا. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد واحساس ان بكره بعيد، لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر، لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر، للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح، لاول لمسه من ايدي اللي حبيتها، لضحكتها وبرقيتها، لدمع في عيني يوم البعد
خبتها وانا مجروح ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال خالي وعمي والجدي لحوادث من بتوع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين للعب الكرة في الشارع في حتتنا لأمي وهي بتعيد على